وجي دلوقتي معادنا مع فقرة الجوسب، أي فقرة الإشاعات، وتزوير قصي الخولي تأشير الدخول مصر وتعمل له محضر في مطار القاهرة وترحل لدبي. ده خبر غريب شغل ناس كتير، بس الغلط أكيد إن قصي الخولي ما زورش أي حاجة وما كانش يعرف حاجة عن التأشيرة، وكل اللي عمله إنه خلى محامي يخلص له الورق واكتشف زي السلطات المصرية اللي حصل في المطار. دلالة الخديوي ممكن قلبه يحب أي امرأة جميلة، إخلاصه لاثنين فقط، مصر وأمه. أنا عشان جلالتك ترتاح ممكن أتحالف مع الشيطان. الإشاعة اللي معايا دلوقتي عن أمال ماهر وتأجيل ألبوم أمال ماهر من غير أسباب، واتقال إنه تأجل وكمان ممكن ما ينزلش قريب. الحقيقة إن الشركة المنتجة أجلته فجأة بعد ما قالوا ميعاد نزوله أول السنة، لكن وقف فجأة عشان الدعاية لسه ما خلصتش، والألبوم هينزل أول ما الدعاية تنزل في الشوارع. معقول أبعد وأنساك؟ معقول وهتقدر تاني تقول هتقول يا حبيبي ارتباط شيري عادل باللاعب الأهلي السابق محمد شوقي من أقوى الأخبار في الوسط الفني في الفترة الأخيرة. انتشر الكلام عشان هم أصحاب شوية، وكان أكتر من حد شافهم في خروجات مع أصحاب مشتركين، وبتأكد دايماً شيري عادل إنها مش مستعدة خالص لأي ارتباط الفترة دي. مشاكل أخرت بداية تصوير يانا يا إنتي بطولة فيفي عبده وسمية الخشاب. كان بيتوقع بعض أنه أكيد هتحصل خلافات أو مشاكل بين فيفي عبده وسمية الخشاب، وعلى عكس اللي بيبان عليهم المسلسل اتأخر فعلاً، لكن عشان أجازة الأعياد ومولد النبي، وكلها إشاعات بتقول أن في خلافات مش عايزين يعلنوا عنها. السلام ورحمة الله وبركاته. إزاك ابتسام؟ إزاك يا كيداهو؟ يخطوك في معوجة وتكلمي عادي مرة واحدة كده. كيداهم اسم المعلمة، كيداهم مش كيداهم حاف. طيب يا ستي ما تزعليش قوي كده، المرة الجاية هبقى احطلك عليها زعتر وزيتون. شربات 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 شربات، خمس شربات زي الاسكندراني. انا عايزة اشوف مال ابني وايه اللي بيحصل فيه بالظبط. مساء الخير. اتفضل يا استاذ سامي. فنون. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا خطوة عزيز. اهلا بيك. ابتسام بنتي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل. سعيدة مدام. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. الاستاذ سامح عايز يشوف الحسابات بتاعت الجيم عشان يطلع عليها. خير ان شاء الله. لا ابدا يا مدام كيداهم، احنا كنا بس عايزين تقرير مفصل عن حسابات الجيم عشان نديه للمحاسب بتاع مدام صافية عشان يقدمه للمجلس الحاسبي وللضرائب. طب ومال الجيم موجود والحسابات موجودة تحت امرك؟ ولعلمك بقى انا كل يوم هروح الجيم وهعمل لنفسي مكتب هناك زيك بالظبط، اظن ده حقي. طبعا يا حبيبتي، وكمان انا هوصلك على مرتبة عشان تنامي وتشخري هناك، وباخد ابنك في حضنك كمان لو عاوز.